كفر الشيخ. اتفضل يا ماجد. ماجد ماجد ايوه اهلا أيوة. بيك اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل. لو سمحت حضرتك، انا ماجد يسري من ابناء كفر الشيخ مركز الحمول. تمام. حضرتك والدي تعرض لجلطة من 15 يوم. تمام. الله الف سلام عليه. هو اتفضل رحنا بيه مستشفى بلطيم العام، قال لك مفيش اي رعايه طبيه، الكلام ده مش من سيدي. لا مستشفى بلطيم العام دي خرابه اساسا. خرابه ما فيهاش اي حاجه يا فندم. ودخلنا مستشفى كفر الشيخ العام. ما لقيناش اي رعايه طبيه، والدكتور اللي هناك قال لك وديه مستشفى بره، حولوه المنصوره. قلت له حضرتك عايز اسعاف مجهزه، قال لي ما عنديش دكاتره، الدكاتره اللي عندي انا مستدعيها من كفر الشيخ. فقلنا بالفعل نقلنا مستشفى طوارئ المنصوره، قعد ثلاث ايام مش لاقيين له اوضه عنايه مركزه، مرمي ما حدش بيسال فيه. حتى المنصوره ما فيهاش اوضه عنايه مركزه؟ المنصوره دي مدينه اوضه في مصر. يا فندم مستشفى الطوارئ. حضرتك يعني في واحد معانا في العنبر شالونا على الاجهزه وقالوا مستنيين يتوفى، احنا حالتنا اتوفت. هو عامل ايه دلوقتي؟ هو اتوفى حضرتك يا راجل. مش اتوفى امتى؟ اتوفى يوم السبت اللي فات. باف حياتك حضرتك دي مش اجراءات المعاش، وكانت هنا المفاجاه والفاجعه الكبرى. رحنا حضرتك نقابه السواقين نصرف الخارجه وكلام من ده، فرد الحاج بدوي اللي ماسك النقابه في مركز الحمول قال لي ابوك ملوش اي مستحقات عندنا. قلت له ازاي يا حاج معايا مواصلات السداد؟ قال لي لا ده هو مشترك في نقابه فرعيه وراح اشتكيني اشتكي النقابه دي. قلت له يا فندم ازاي نقابه فرعيه؟ قال لي لا انت قلت لي انا بسنه. قلت له طب ازاي حضرتك المرور تاخد الجواب من النقابه وهميه وتجدد لي الرخصه؟ ده ملوش شرعيه. قال لي لا حضرتك روح اشتكي لوزير الداخليه، حضرتك اشتكي لنقيب العاملين بالدوله واشتكي لجهات المنوطه، انا ماليش دعوه. رحت مركز شرطه الحمول اعمل بلاغ ما رضوش ياخدوه مني. انا مش جهات اختصاص. رحت النيابه الاداريه في الحمول ما رضتش تاخد بلاغ مني، قالت لي احنا مش جهات اختصاص، اطلع على الرقابه الاداريه او نيابه المرور. رحت نيابه المرور قال لك احنا مش جهات اختصاص. طب ليه حضرتك الاف السواقين اتشردوا في مركز الحمول مش لاقيه حادثه او يدور على معاش مش لاقيه؟ مين اللي سمح بكده؟ طيب ممكن تبعت لي الورق ده يا احمد؟ صوره من الورق بتاع والدك بتاع النقابه؟ انا هبعت لحضرتك صوره شهاده الوفاه اللي طالعه من مستشفى المنصوره. تمام. حتى مطلعينها غلط، وحضرتك وصل السداد بتاع النقابه الفرعيه، وابعت لحضرتك حتى الاجراءات المعاش مش عارفين. قالوا جلطه انت وديته مستشفى بلطيم ما لقاش مكان يتعالج، راح كفر الشيخ ما لقاش مكان، وديته المنصوره الطوارئ رميته على الرصيف. لان ما عندناش عربيه اسعاف ولا عندنا دكتور. رحله من العذاب. بشكرك، خليك معايا، اوعى تقفل، والنبي خد التليفون وابعت لي على الصفحه برضو الورق بتاع الله يرحمه والدك. الرساله دي انا مش عارف هل وكيله وزاره الصحه لسه موجوده في كفر الشيخ الدكتوره لميس ولا لا، لكن دي برضو طامه كبرى تضاف لكوارث مستشفيات الاقاليم. يعني بيحكي ماساه، في الاخر والده مات لانه ما فيش عنايه ولا في رعايه ولا في اي اهتمام للاسف. ده نموذج، وبعدين موته خراب ديار، راح يشوف التامينات اللي ابوه عادي طول عمره بيدفعها ما لقاش. بصراحه الله يكون في عونه. يعني ده على تصرف هيبقى يعني هقول ايه، ربنا يصبرك. ماشي. مين؟